عمران الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات ينضم إلينا من الرياض. أهلا بك معنا أستاذ محمد، شكرا على حضورك. دعني أبدأ بالتراجعات الحادة التي شهدناها على أسعار النفط. يعني كسرنا مستوى 27 مع نهاية الأسبوع، عدنا لنعوض جزء من الخسائر في تداولات اليوم، لكن السؤال إلى أي مدى اليوم عودة إيران ستسبب هاجس كبير بالنسبة للأسعار، وهل إحنا فعلا بتنا قريبين جدا من مستوى $20 الذي بدأت العديد من البنوك العالمية تتحدث عن هذا السعر، ويمكن بدأها جولدمان ساكس، عدة بنوك عدلت رؤيتها بعد ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير ميسا. يعني أعتقد يعني معظم التقارير يعني المؤسسات المالية الدولية وتوقعاتها حول أسعار النفط ما زالت تعطي صورة يعني مظلمة وقاتمة على مستقبل أسعار النفط على الأقل في النصف الأول من عام 2016. معظم التقارير تتحدث أن ممكن نشوف تماسك يعني، لكن ليس الآن، ممكن في النصف الثاني من 2016، وبعضهم حتى ذهب إلى 2017، يعني من ضمنها منظمة الطاقة الدولية اللي عدلت توقعاتها مع الأسف بنظرة سلبية، يعني على الرغم أنها تتوقع أن الولايات المتحدة حتخفض من إنتاجها بشكل كبير أكبر من توقعات المؤسسات الدولية. نعم. لكن حسب تقرير أو يعني رؤية منظمة الطاقة الدولية هي تتوقع تماسك وتحسن أسعار النفط اعتبارا من 2017. لكن بغض النظر عن هذا كله، واضح جدا أن في ضغوط على أسعار النفط، يعني موضوع أن إيران تزيد حوالي 500,000 برميل خلال الأسابيع القادمة، واضح جدا أنه هو ضغط على أسعار النفط يعني من الأسابيع الماضية، يعني مع بداية 2016، وأعتقد حيستمر هذا الوضع لأن الأسواق النفط مضخمة بالمعروض أكثر من الطلب في الوقت اللي ما ندري يعني هل الطلب هذا حيكون قوي جدا، هل حيشهد نمو خلال المرحلة القادمة يعوض هذه التخمة الموجودة في العرض، يعني ما ندري. في تقارير تتحدث أن حتى الطلب هذا في غالبه طلب وهمي، بمعنى أنه هو طلب للتخزين يعني، وهناك بعض الإشارات يعني تتحدث عن أن المخزونات النفط في الدول المستهلكة الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وغيرها بدأت تصل إلى مستوياتها القصوى، مما يعني أن ممكن نشوف انخفاض في الطلب خلال المرحلة القادمة. وأعتقد أن صندوق النقد الدولي والسيدة لاغارد تحدثت عن هذه الجزئية تحديدا، لأن هي تتحدث أن الطلب ضعيف نسبيا وممكن يشهد ضعف خلال المرحلة القادمة. عموما واضح جدا أن أسعار النفط في وضع يعني مزري، وواضح أنها تسبح في المجهول، لا ندري إلى أي مدى ممكن تصله، يعني بعض يتحدث عن $20، بعض يتحدث عن أقل من $20، ما ندري. لكن الواضح والمؤكد لنا أنه يسبح في المجهول، ولا ندري إلى أي مدى سيصل. كل التوقعات الآن مفتوحة. طيب، يعني نتائج البنك أو البيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين يعني التي ننتظرها، هل ستكون عامل حاسم بمستوى سعر $20 أستاذ محمد برأيك يوم غد؟ يعني غير واضح، يعني حتى لو قلنا أن في تحسن أو حتى سوء في أرقام الناتج المحلي بالنسبة للصين، الصين نفسها تعاني من عمليات تصحيح أو خلينا نقول يعني تحديات اقتصادية قاعد تواجهها الآن، مسألة المحافظة على النمو، المحافظة على صادراتها، وكلها تحديات كبيرة. إذا انتقلنا إلى دول ناشئة أخرى مثل البرازيل أو الأرجنتين، أيضا يعانون من مصاعب حقيقية في الحقيقة، يعني هناك انكماش اقتصادي، ارتفاع في التضخم، ارتفاع في أسعار الفائدة، انخفاض في قيم عملاتها المحلية، يعني واضح أن الأسواق الناشئة تعاني مصاعب. لكن تظل الأسواق الناشئة يعني لا تعاني من مشاكل هيكلية مثل ما الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا اللي يعانون منها، يعني طيب. مسألة المشتقات المالية وخلل هيكلي ممكن تتعرض له الأسواق المتقدمة، وبالتالي يبدو لنا على الرغم أن الأسواق الناشئة تعاني من تباطؤ في النمو أو انكماش، تظل صورة أفضل مما لو لا قدر الله حدثت أمور يعني أخرى أكثر خطورة في الاقتصادات المتقدمة، فيما لو ظهرت مشاكل هيكلية تعانيها اقتصادات أوروبا واقتصادات
الولايات المتحدة. طيب خليني أنتقل إلى سابق إحنا المفروض أنه كان اليوم موعد الإعلان عن النتائج، لكن كان صحيح. على ما يبدو في استباقية بإعلانها مع مطلع هذا الأسبوع، يعني هل هناك أي دلالات لهذا الاستباق بالإعلان عن النتائج لسابق أستاذ محمد؟ وبعدين القطاع المعادن بشكل عام إلى أي مدى سيستمر بالضغوطات؟ يعني يبدو بأنه قطاع السلع كله حول العالم والتباطؤ اللي حنشهده صحيح. من الصين سيشكل عامل ضغط على سابق، إلى أين يتجه سابق مع كل هذه المعطيات؟ سؤال جميل. في الحقيقة يعني من إعلان سابق اليوم واضح أنها سجلت خسائر بأكثر من مليار ريال سنويا وفصليا بالنسبة لقطاع المعادن وتحديدا قطاع الحديد، وهذا يوضح أن سابق اللي تعتبر يعني أكبر لاعب رئيسي في صناعة الحديد في المملكة قاعد يسجل خسائر فعلية، وهذا خطير جدا يعني بالنسبة لسابق، لكنها تظل يعني لا تستطيع التحكم بالأسعار لأن هناك واجبات وطنية بالنسبة للأسعار وغيرها، وبالتالي لا تستطيع التخفيض لأن هناك اعتبارات يعني سياسية أكثر منها اقتصادية. سابق الآن يعني دلالاتها يعني لا توجد دلالات واضحة بالنسبة ليش ما أعلنت قبل يعني يوم الاثنين اليوم أو أن إغلاق يوم الأحد، في النهاية يبدو لي كلها واحد، يعني المهم أنها تعلن كما أعلنت قبل افتتاح يوم الاثنين وهذا اللي حصل فعلا، لكنها نتائج مخيبة للأمال مع الأسف ميسة. يعني سابق عندما تعلن أرباح فصلية بثلاثة مليار قبل عملية فك الدعم، لأن فك الدعم حيبدأ اعتبارا من 2016 صحيح، فمعنى هذا ممكن أن أرباحها الفصلية ما بعد يعني فك الدعم أو تعديل الأسعار، إحنا نتكلم عن أرباح فصلية يعني قياسا على أرباح الربع الرابع من 2015 لا تزيد عن مليارين ونص، وممكن حتى بين مليارين إلى مليارين ونص، هذا معناه أن الأرباح السنوية المتوقعة لـ 2016 يعني في الغالب لن تزيد عن 10 مليارات أو حتى لن تزيد عن 9 مليارات مع الأسف. نعم. نقول هذا الكلام بناء على المعطيات الحالية، وبالتالي يعني ربحية السهم بالنسبة لسابق لا تزيد في المتوسط عن 3 ريال وممكن حتى ما تزيد عن ريالين ونص، وبالتالي يعني احنا نتداول الآن عن مكررات ربحية مستقبلية يعني أكثر من 20 مضاعف، وهذا يعتبر مع الأسف مرتفع بالنسبة لسابق، هي دائما تتداول مكررات يعني أقل من 18 وأقل من 17 في الوضع الحالي، وهذا حيضغط على سعر سهم سابق خلال المرحلة القادمة، وأعتقد حيضغط على القطاع البتروكيماوي، وهنا الدور القيادي اللي بدأ يلعبه اليوم القطاع المصرفي، لأن القطاع المصرفي واضح أن أسعاره مشجعة جدا من ناحية العائد الموزع، على الرغم أن بعض يعني المخاوف هناك على القطاع المصرفي من ناحية تكوين مخصصات وغيرها، نعم. لكن اليوم لاحظنا كيف القطاع المصرفي بدأ يلعب الدور القيادي في ظل ضعف القطاع البتروكيماوي بعد نتائج سابق، وأعتقد أن المرحلة القادمة حنشوف تزايد في الدور القيادي اللي يلعب القطاع المصرفي على حساب القطاع البتروكيماوي الضعيف، واللي أن من نعم. وطأة يعني نزول أسعار البتروكيماويات بحدة والمصاعب الكبيرة التي تواجهها في صناعة البتروكيماويات في المملكة. شكرا جزيلا لك سيد محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة أماكا للاستثمارات، كنت معنا مباشرة من الرياض.